هذه حالة مريضة عندها إكزيما، تلاحظ الاحمرار في اليدين. Well, they've given me cream, but it's so greasy. It's just, and it's your thumbs. Like, how do you have your thumbs greasy? قلت أنه أعطاها مرهم، بس هو الدهني تونا الطرق للفرق بين المرهم وبين الكريم. في فرق بيناتهم، فأغلب المرضى ما يحبوش المرهم لأنه هو دهني هلبة ويقعد على الجلد فترة طويلة. بس المريضة تلاحظ، تشوف الضفرة متاعها ويدها بسلبية، وصبحها في احمرار وفي تشقق وجفاف. لو يدك ممكن تسمع الصوت، في جفاف بشكل كبير. وأشوف الضفر للأسف حالته يعني متفاقمة جدا. طبعا المريضة تشتغل في محل بتاع مواد بناء، فتتعرض للكيماويات بصفة كبيرة، فأعتقد هذا هو السبب اللي خلى الضفر بالشكل هذا. والجهة الثانية نفس الشيء، هذا بدرجة أقل، بس لاحظوا الجلد، احمرار الجلد والإبهام بصفة عامة، احمرار في تشققات وفي أماكن اللي هي نتيجة الحكة، خدوش نتيجة الاحتكاك. طبعا المريض عندها أشوف يعني sensitive skin أو جلد حساس جدا، فلما تحك تلاحظ في مكانها يبدو يعني. وبعدين تلاحظ أن هذه عادة لما يكون اللحم يبعد عن الضفر، فهذه واحدة من علامات الإكزيما، لما تلاحظ أن الضفر اللحم يصير يبعد عن الضفر، فهذه أيضا من علامات الإكزيما. طبعا هذه تسبب التهابات تحت الجلد، لأن يعني اللحم يكون معش محمي، لأن يعني الجلد يبعد عن الضفر ويصير فيه فراغ، فممكن يصير فيه التهاب هنا يعني. فالمريضة تحتاج إلى تحويل لأخصائي جلدية، هي ممكن تحتاج إن هي تدير عينة على ضفرها عشان يعرفوا بالضبط شنو المشكلة وشنو العلاج المناسب.